كنت لسه هديلك كتير، كنت كان نفسي تبقى في المنتخب. محمد أشرف شعبان الشهير بمودي، أشهر حالة متلازمة داون في اسكندرية، بدأ حياته بلعب الجلة والرمح والسلة قبل ما يتجه للسباحة اللي حقق فيها بطولات وجوائز كتير. مودي خرج من المدرسة وهو في تالتة ابتدائي بسبب الصعوبات اللي واجهها لعدم وعي المحيطين بيه بحالته. وقتها والدته وجهته إنه يمارس الرياضة اللي تفوق فيها، وكان حلمه الوحيد إنه يمثل منتخب مصر في البطولات العالمية. مودي شارك في فعاليات كبيرة زي افتتاح قناة السويس وبشاير الخير، وكان المفروض يكون معانا النهاردة علشان نكرمه على بطولاته، لكنه توفى بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد شخصها الدكاترة بكورونا. والنهاردة معانا والدته مدام رضا اللي هتكلمنا عن حلم مودي اللي كان نفسه يحققه. وعلشان نقول لها في عيد الأم انت أعظم أم. حكايتنا النهاردة حكاية مختلفة وحلقة مختلفة. كان المفروض يكون معانا فيها محمد أشرف أو مودي. مودي من أشهر حالات الداون في اسكندرية اللي حققت بطولات كتيرة جدا ومتنوعة، لكن للأسف الشديد قبل أسابيع قليلة جدا محمد توفى. قررنا إن احنا نعمل الحلقة بتاعته مع والدته أو أم البطل. معانا مدام رضا، أهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية قلبي عندك، ربنا يكون في عون حضرتك. حضرتك أم عظيمة، ويعني بصراحة ما فيش كلام أقدر أقوله لك يخفف عن اللي أنت فيه، بس كلنا حاسين بيك وكلنا معاكي. الحمد لله. مودي لو كان وسطنا دلوقتي كنت عايزة الرسالة توصلها له إيه؟ لو كان موجود كنت لسه هديلك كتير، كان نفسي تبقى في المنتخب وتسافر وتحقق، لأن الإيفنت بتاعك كان صعب. تملي الدون الإيفنت بتاعه في السباحة صعب، فكنت بأهله إن هو يبقى أحسن وأحسن، وكان ياخد أول وبشهادة الكل. هو ستايله عالي جدا، مش مهم عندي إني أجيب أول، هو ستايله قدامي وقدام كباتن بتاعته وقدام الناس بحالها بيقولك الولد ده كان عالمي في الستارت حتى بتاعه. فالحمد لله. إيه؟ يعني مودي كان مودي في السباحة بيلعب 100 متر و50، وآخر ميدالية كانت لي جاب حقق فضة المركز الثاني. دي أغلى ميدالية مودي خدها في بطولة الجمهورية، جاب تاني في 200 متر، كان أول مرة يلعب 200 متر. مودي كان له بطولات مختلفة ومتنوعة، يعني كلمينا عن رحلتك معاه. أنا مودي رحلته كان مودي تعلم لتالتة ابتدائي، بس كان أول الدمج وشاده، بس للأسف ما كانوش فاهمين لسه، يعني واجهنا صعوبات، فأنا ما رضيتش أشق عليه بصراحة. يعني أنا اتجهت اتجاه رياضي وخليته إن هو اجتماعي وحبوب، وكان رقي وعلمته الاتيكيت ازاي والذوق والاكل واللبس، وكان حاجه تانية بالنسبه لي. مودي كان وجهه مشرفه، عمري ما اتكسفت منه، كان فخر لي انا واخواته وعيلته بصراحه. الذوق كله، يعني لو قابل حضرتك وحبك يقدمك الكرسي يقعدك انت الاول ويكلمك ويغمز لك، يعني كان حبوب، مش بيصاحب اللي هم السبيشال اللي زيه، لا. مودي ليه صحاب اسوياء في النادي من اول ما يخش باب النادي لغايه ما انا بمشي الساعه 10. انا كنت بشق على نفسي، انا ليه اخوات تانيه، مودي ليه ثلاثه تانيين، بس انا كنت مودي ده يعني مكرسه كل حياتي عشانه. كنت بروح السباحه واطلع من السباحه على نادي تاني عشان ارفع عنه، لان هو بيحب ده، بيحب نادي، هو نادي اصحاب الجياد. كان عالم من اعلام نادي الجياد بصراحه في اسكندريه، في اسكندريه، واصحابه كمان بيحبوه، الناس كلها بتحبه. يعني مودي لما توفى رحمه الله عليه بتوع النادي كله بصراحه لقيتهم، انا
انا ما كانش لينا ناس اكتر ما مودي صحابه هما ماشيين في العزا بتاعه، لدرجه صحابه عملوا له تيشرتات عشان البطوله يلبسوها لصحابه. فدي كانت حاجه يعني اسعدوني. وكان مدير ورئيس مجلس اداره النادي سمير عبد الحميد بصراحه يعني بعد ما مودي توفى حط له بانر على النادي، دي لفته يعني انا بشكره عليها وفوق دماغي طول العمر بصراحه، هو واصحابه. فانما مودي كان بطل في كل حاجه، كان بيلعب اول لعبه كان جول لو رمح وسله، ووديته كمان فنون شعبيه، كان كل حاجه ناجح فيها ما شاء الله. واتجهت بعد كده رحت السباحه، هو ده اللي يعني حسيته انه فيها اكتر. بعد كده بقيت ادخله كان انشطه تانية كتير، لعب تنس طاوله، لعب فروسيه، لعب بولينج، يعني كل لما بيخش في حاجه بيبقى احسن واحسن. وانا كان نفسي اديله اكتر بس هو قضاء ربنا الحمد لله، والله على كل شيء انا حمدية. بس مودي كان من المفترض يكون بطل معانا ضمن حلقات البرنامج، فاكتشفنا ان خبر وفاته كان مفاجأة لينا كلنا صراحة. فقولنا كواليس الايام الاخيرة في حياته وظروف الوفاة كانت ازاي؟ والله هو مودي كان كويس جدا وما كانش فيه حاجة. انا كان عندنا بطولة خماسي، وعلى غرار ان حفلة قدرون باختلاف قرروا اتحاد الخماسي اللي هو الاسواق ان يشاركوا كل الولاد في اسكندرية اللي هم السبيشيل، ونزلنا والولد كان كويس جدا وكان اخر يعني اول مرة في حياته يلعب حرة كرول يعني 50 متر، وعمل ستارت يعني ما اقولكيش الولد ما فيهوش حاجة زي الفل. وقعدنا بعدها لغايه يوم 4 يناير، تعب شويه ما فيش يعني حاجات بسيطه زي اي حد برد رجع عالجته بسرعه كده بقى كويس. اس فجاه بعد يومين بعد بقى حبيبي يقول لي بطني بتوجعني بتقطع، جريت لي على مستشفى معينه عندنا في اسكندريه، ودوني في حته تانية قالوا لي لا ده عنده التهاب في المثانه. فلقيته روحت لقيته تعبان، رحت مديه للدكتور متخصص في مدير مستشفى الحميات، فقال لي اعملي لي تحليل كورونا، ولما شافه قال لي لا لازم تعملي لي اشعه مقطعيه. فرحت جريت ما خدش ثواني يعني، فراح الدكتور جه لما رجعت ووديت له التقرير او الاشعه، كانش لسه طلع التقرير، قال لي ده عايز مستشفى ضروري عايز يروح مستشفى. اخر كلمه كان بيقولها لي انا خايف انا خايف، دي اخر كلمه، دي اللي مقصره فينا انا وبابا، احنا في حاله لا يرثى لها. حضرتك ام عظيمه ونموذج مشرف يحتذى به. احنا معانا حاجه بسيطه من البرنامج مقدمه ليكي والمودي، يا ريت تقبلها مننا، هيقدمها لك الاستاذ محمد ابراهيم من شركه البروج مصر الراعي للبرنامج. اتفضلي. ميرسي. عليكم السلام. احنا كبروج مصر بنعتبر دي بصراحه اصعب حلقه بالنسبه لنا. احنا بنحب ندعم التميز، احنا بنحب ندعم اللي عندهم القدرات الخاصة، بس النهاردة احنا جايين بنقول لأم شكرا. بندعم أم، هي أنا شايفها ان هي أم مميزة. ربنا اختارك لثلاث حاجات مش سهلين، انتي أم، انتي ربيتي بطل، وهو اختارك تكوني صبورة، فبنشكرك على صبرك. بنشكرك على اللي انت عملتيه. البروف مصر بتقول لك شكرا. مرسي مرسي جدا. شكرا. مرسي. كان المفروض تكون لمودي
وحضرتك ام مودي يعني. ميرسي جدا. الله يخليكي. شكرا. ميرسي.